الطيران الألماني لوفتهانزا، ونحن ننزل الآن إلى مطار فرانكفورت. هذه الطيارة التي حملتنا من دبي. مطار فرانكفورت يعتبر من أكبر المطارات في أوروبا، ولا يضاهيه في الحجم سوى مطار هيثرو في لندن وشارل دي غول في باريس. هذه هي صورة للطائرة التي أقلتنا من مطار دبي، ونحن الآن في تقريبا اليوم 12 من شهر أغسطس من عام 2019 للميلاد. تابعوني في رحلة ألمانيا وإيرلندا وأيسلندا. مرحبا، بينفيندو فيلكومن، وهي عبارات الترحيب في مطار فرانكفورت بجميع اللغات أو أبرز لغات العالم. وها هنا يبحث المسافرون المواصلون سفرهم عن الرحلات المواصلة، ونحن طبعا طريقنا إلى دبلن. سأريكم وين هي. هذه رحلتنا نحن إلى مدينة دبلن. وها هنا القطار الذي يقلنا إلى المبنى بي. وها هنا ندخل إلى القطار. هذا هو مطار فرانكفورت. منتقلين إلى المبنى رقم 1، حيث الطائرة التي تقلنا إلى مدينة دبلن. طبعا متوجهين إلى البوابة B41. شكرا لكم على المتابعة.